السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح كتيرة جدا، فريد تتصفحوا القناة وتعرفوا على أحدث المنح الدراسية، وما تنسوش كمان تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة. خلينا نتكلم عن منحة النهاردة، والمنحة دي منحة ممتازة جدا. اولا المنحه دي موجوده في دوله ايطاليا، تمام، ودوله ايطاليا من الدول القويه اللي بيدرس فيها عدد طلاب كتير جدا حول العالم. المنحه دي موجهه من جامعه اسمها بلوجنا، تمام، موجوده في ايطاليا زي ما قلنا، والجامعه دي جامعه عالميه معترف بيها وليها رينك عالي على مستوى العالم. المنحه دي متاح ليها التقديم من كل الدول، سواء انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه بتقدر تقدم عادي على المنحه دي، مفيش مشكله. طيب بالنسبه للمرحله الدراسيه، المنحه دي موجهه لمرحله البكالوريوس والماجستير فقط، يعني لو انت عايز تدرس بكالوريوس او ماجستير متاح، انما الدكتوراه غير متاح. وايضا لو انت في اخر سنه من المرحله الدراسيه الحاليه، لو انت في اخر سنه من الثانويه العامه او من البكالوريوس، بتقدر تقدم على المرحله الاعلى، مفيش مشكله برضه، تمام. طيب خلينا نتكلم عن تمويل المنحه دي. المنحه دي تعتبر كده ممكن نقول انها مموله بالكامل، لانها هتوفر لك رسوم الدراسه بالمجان، انت مش هتدفع اي تكاليف لرسوم الدراسه. ثانيا هتاخد راتب سنوي، تمام، هيعطولك راتب سنوي لمده 12 شهر، الراتب ده بيعادل 11000 يورو. ال 11000 يورو دي يعني راتب كبير، تقدر تقول مثلا زي 700 800 يورو مثلا في الشهر، تقدر انك تستخدمها في تكاليف المعيشه بتاعتك، السكن، وجبات الطعام، وراتب كافي جدا. اضافه كمان ان ممكن تشتغل بجانب الدراسه كعمل بدوام جزئي مثلا بجانب الدراسه، وطبعا الشغل في الدول دي بيكون يعني راتبه عالي، في الساعه الواحده بتحسب 9 يورو. اضافه كمان ان ايطاليا من الدول يعني الاوروبيه القويه، فبالتالي لو انت معاك اقامه داخل ايطاليا فبتقدر انك تتجول في كل دول اوروبا بدون مشكله او بدون الحاجه الى تاشيره، تمام. طيب بالنسبه للتخصصات المتاحه عندنا، المنحه دي يعتبر متاح فيها كل التخصصات، متاح فيها الطب، متاح فيها الهندسه، متاح فيها تخصصات كتيره ادبيه وعلميه. وانا حاطط لكم في الموقع بتاعنا، الويب سايت بتاعنا، حاطط لكم قائمه بالتخصصات، تقدروا برضو تطلعوا عليها، تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن شروط المنحه دي. المنحه دي شروطها بسيطه جدا، ان طبعا ما تكونش انت معاك الجنسيه الايطاليه، ما تكونش درست في ايطاليا قبل كده، والشرط الاهم اللي ما يكونش سنك اكتر من 30 سنه. الناس اللي سنها اكتر من 30 سنه غير مقبوله، تمام كده. طيب هنا عندنا برضو ملاحظات، ان المنحه دي مش بتحتاج منك شهاده لغه عند التقديم. هما ذاكرين على الموقع الرسمي اليوم ان شهاده اللغه مطلوبه، تمام، ولكن ممكن ان انت تقدمها قبل ما تبدا الدراسه، يعني عند التقديم في الابلكيشن الخاص بالمنحه ممكن عادي تتغاضى عن شهاده اللغه وترسل الابلكيشن اليوم، واذا تم قبولك ممكن انك توفر شهاده اللغه قبل ما تبدا الدراسه عادي، مش شرط عند بدايه التقديم توفر، تمام. طيب خلينا نتكلم عن الاوراق المطلوبه. الاوراق المطلوبه سهله مش معقده، محتاج صوره جواز سفر، ولو مش معاك جواز سفر يبقى بطاقه الهويه اللي هي البطاقه الشخصيه. تحط كمان كشف الدرجات او شهاده التخرج ان وجد، السيره الذاتيه بتاعتك السي في يكون موجود، لو معاك اي بقى شهادات اضافيه، كورسات، تطوعات، كل ده بيزيد من فرص قبولك في المنحه، تمام كده. طيب بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم عندنا تو ديدلاينز، بالنسبه للبكالوريوس بينتهي التقديم في 31 مارس 2021، تمام، بالنسبه للماجستير بينتهي التقديم 30 ابريل 2021، تمام كده. طيب كيفيه التقديم، بيكون فيها ابلكيشن اونلاين بتملأه وتقدم للمنحة. وما تنسوش كمان ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة منحة انت عايزها، بنقدر نقدم لك مثلا المنحة دي بشكل احترافي، الخدمة التانية خدمة تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم بنفسك على اي منحة وفرصة انت عايزها، الخدمة التالتة خدمة التقديم في الكورسات عشان تزود قبولك من او تزود قبولك في الفرص والمنح، تمام. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفية من الابليكيشن والاعلان الرسمي للمنحة، وده الويب سايت الخاص بينا اللي هو منح من كل الالوان. هتلاقوا طبعا فرص ومنح كتيرة على الويب سايت ده، ودي المنحة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي منحة بلوجنا بايطاليا، تمام. طبعا زي ما قلنا انها متاحة البكالوريوس والماجستير، كل التفاصيل اللي انا شرحتها من شوية هتلاقوها موجودة هنا كتابة، تمام. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة وابليكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك وتشوف الكلام اللي انا قلته كله، هتلاقيه موجود هنا، تمام كده.
طيب ده الاعلان الرسمي، هتلاقيه موضح لك هنا ان رسوم الدراسه كلها تاخدها مجانا، هيكون في 11000 يورو يعني كتمويل ليك سنويا عشان تغطي تكاليف المعيشه الخاصه بيك. تمام. شهاده اللغه المطلوبه ممكن السات، تويفل، جي ار اي، ولكن الشهادات دي مش مطلوبه عند التقديم زي ما انا وضحت، يعني ممكن تقدم عادي ولو جالك القبول المبدئي بتقدر انك يعني على طول تبدأ تجهز في الشهادة وبترسلها لهم قبل ما تبدأ الدراسة، فهتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالمنحة موجودة هنا. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك أبلكيشن التقديم، وأبلكيشن التقديم هيفتح معاك في الأول بالشكل ده. تمام. هتلاقي عندك تسجيل الدخول للأبلكيشن، هتلاقي عندك لو أنت نسيت الباسورد مرة تانية يعني تقدر ترجعه مرة تانية. هنا يعني عمل أكونت لأول مرة، فأنت كمستخدم جديد ما عندكش أكونت، بتروح تضغط على كلمة ريجستر دي عشان تعمل اكونت على موقع المنحه. تمام. يعني بيطلب منك الاول انك تسجل اكونت، تكتب بقى الايميل بتاعك وتحط بياناتك عشان تقدر بعد كده تدخل للابلكيشن بكل سهوله من غير مشكله. تمام. الفكره هنا في الموقع ده ان في البدايه بيطلب شويه بيانات كتيره شويه لما بتيجي تعمل الاكونت غير باقي المواقع، بتلاقي ان البيانات اللي بتطلب بس ايميل وكده، لكن هنا بيطلب منك في البدايه لما بتيجي تعمل اكونت لاول مره بيطلب منك كذا شيء. فانت بتيجي عند الجزئيه دي اللي هي International Student Registration، تضغط عليها عشان تقول انك طالب دولي، لان الاشياء اللي موجوده فوق دي لو انت طالب ايطالي. تمام. انما لو انت طالب دولي من خارج ايطاليا فبتضغط على دي اللي هي International Student. تمام. وهنا هتلاقي عندك الفورم اللي انت تعمل من عليه Registration، تحط بياناتك الشخصيه، الاسم الاول، اسم العائله، تحط تاريخ ميلادك، تحط تفاصيل التواصل معاك، ايميلك. تمام. متاكد انك تكتب الايميل صح، بتحط دوله الاقامه الحاليه، بعدين بتضغط على كلمه نيكست. لما بتضغط عليها بيبقى انت كده عملت اكونت على موقع المنحه، وبيطلع لك يوزر نيم وبيطلع لك باسورد بتستخدمهم في الدخول للابلكيشن. تمام. وبعدين بترجع هنا على كلمه لوجن. تمام. عشان لما تيجي بقى تدخل للابلكيشن بتاعك تروح بقى لكلمه لوجن دي اللي هي كتسجيل الدخول للاكونت. بعدين هيظهر لك تو اوبشنز، اختيارين، هتضغط على الاختيار الاول زي ما هنشوف دلوقتي. بتيجي تضغط على الاختيار ده عشان تدخل وتكتب اليوزر نيم والباسورد، لان الاختيار الثاني ده خاص بالايطاليين فقط، فانت لازم تختار ده الاختيار الاول ده عشان تحط اليوزر نيم وتحط الباسورد بتاعك. تمام كده. طيب هتحط اليوزر نيم وهتحط الباسورد هنا، بعدين تضغط على كلمه ساين ان. بعد لما تضغط على كلمه ساين ان هتدخل بعد كده للابلكيشن، وهيظهر معاك الابلكيشن بهذا الشكل. تمام. الابلكيشن هيظهر معانا بالشكل ده. في الجزء الاول ده هنا انت بتختار بقى المرحله الدراسيه، بعدين التخصص. على سبيل المثال انا هقدم مثلا للماستر ديجري، فاختار فيرست ليفل بروفيشنال ماستر ديجري، بعدين اضغط على كلمه نيكست. تمام. بعد كده يطلع لي التخصصات المتاحه عندي اللي انا اختار التخصص اللي انا عايز اقدم ليه. تمام. هنا التخصصات طبعا تخصصات كتيره في عده صفحات ورا بعضها. على سبيل المثال انا مثلا هختار اوت دور اديوكيشن مثلا، ده تخصص، وبعدين اضغط على كلمه نيكست الخطوه اللي بعدها عشان يدخلني على الاشياء المطلوبه فيما بعد. تمام. يبقى انا كده الاول خطوه بحدد المرحله الدراسيه، بعدين التخصص، بعدين في المرحله دي اللي هي البيرسونال ديتيلز اللي هي المعلومات الشخصيه بتاعتك، اسمك واسم العائله والايميل بتاعك، وبتكمل بيانات اضافيه بقى زي العنوان والهويه وما الى ذلك. بتضغط بعد كده على الخطوه اللي بعدها. تمام. عشان تخش على الكواليفيكيشن اللي هي المؤهلات التعليميه بتاعتك، انت ايه المرحله الدراسيه الحاليه اللي انت بتدرسها او المرحله الدراسيه اللي انت خلصتها. لو انت داخل ايطاليا، يعني لو انت متخرج مثلا من ايطاليا ومن جامعه ايطاليه، بيكون السكشن اللي فوق ده خاص بجامعات ايطاليا. انما انت لو دوله خارج ايطاليا متخرج منها وبتدرس فيها اللي هي مثلا دولتك الاصليه، فبتضغط على الجزء ده، وبعدين بتختار دولتك. مثلا على سبيل المثال الجزائر، فانا بحط مثلا دوله الجزائر. بتحط بعد كده اسم الجامعة اللي انت بتدرس فيها. تمام. مثلا ادي اسم الجامعة هنا مثلا، اي حاجة يعني. انت طبعا تكتب بياناتك بشكل صحيح، انما انا بكتب هنا مثلا اي كلمات عشان بس اوريكوا ازاي تملوا الابليكيشن. تحط مثلا العنوان بتاعها فين، بوست كود بتاعها، ما الى ذلك. تمام. كل هذه الاشياء. تمام. طيب بعد كده بتضغط نيكست، بتخش على الخطوة اللي بعدها بعد لما بتحط بقى البيانات التعليمية بتاعتك، وممكن تضيف كذا مؤهل تعليمي. تمام. بعدين دي المرحلة الأخيرة. تمام. اللي انت بتحط فيها بقى اللي انت بتراجع فيها بياناتك، وبتحط فيها الـ Identity Card اللي ممكن بطاقة الهوية، أو تحط رقم جواز السفر.
تمام، بحط مثلا رقم جواز السفر بتاعي، بختار تاريخ الانتهاء لجواز السفر ده، مثلا هيخلص في 2024 مثلا، تمام. بعدين بضغط كونفيرم على البيانات اللي انا حطيتها دي هنا عشان ادخل لاخر صفحه بقى خالص قبل ارسال الابلكيشن للمنحه، تمام. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي عشان هنقول كذا حاجه مهمه عشان الناس بتغفل عن الحاجات دي. بالنسبه للجزء ده هتلاقي عندك عشان ترسل الابلكيشن للمنحه وتحط بقى الاوراق، احنا كده حطينا البيانات، فاضل ان احنا نحط الاوراق الخاصه بالابلكيشن، صح كده؟ ففي رسوم ابلكيشن لازم تدفع الاول، بعد لما بتدفعها بتقدر انك تحط الاوراق بتاعتك، تمام. الرسوم دي 60 يورو، الرسوم دي هي مختلفة من تخصص لاخر، يعني ال 60 يورو دي ممكن رسوم الابلكيشن تكون 50 يورو، ممكن 20 يورو، ممكن 30 يورو، على حسب التخصص، تمام. على سبيل المثال انا التخصص ان انا اخترته هي يعني رسوم 60 يورو، فانت على حسب، فلازم الرسوم دي تدفع عشان ضمان الجدية، عشان المنحة تبدا تراجع اوراقك، تمام كده. بتدفع طبعا الرسوم، بعد كده بتضغط على اتاتش يور دوكيومنت اللي انت بتحط بقى المؤهلات بتاعتك، تحط اللي هي صورة جواز السفر بتاعك، تمام، تحط هنا صورة جواز السفر، بتحط الترانسكريبت ان هي شهادة التخرج، بتحط السي في بتاعك واي شهادات تانية اخرى بتدعم الطلب بتاعك، تمام كده. وبعدين بقى على طول بتضغط على سبميت، بعد لما بتدفع رسوم بتحط الاوراق بيظهر لك كلمة سبميت اللي هو زر سبميت، بتضغط عليه وبيتم ارسال الابلكيشن بتاعك للمنحة بنجاح، تمام كده. فده يعني كيفية ملء الابلكيشن. فكده شرحنا كل التفاصيل، منحة ممتازة جدا، بتقبل اعداد كبيرة، وطبعا في ناس كتير ما بتعرفش المنحة دي، فانت برضو كل يعني ايه لما تقدم في منح زي دي ما بتكونش معروفة مثلا كتير زي المنحة التركية الكلام ده كله، لا المنحة دي بتقبل طلاب كتير ومنحة مش معروفة، فبالتالي انت بتكون فرصتك في القبول اكتر ان شاء الله. فما تنسوش اخر ميعاد بيختلف على حسب ماجستير او بكالوريوس، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.